اشتغل اعلام ونقدم ماده اعلاميه بقى، لان الكلام بيتقال على السوشيال ميديا واللي بيتصدر من الناحيه الثانيه للاسف بيبقى كله بعيد عن المهنيه. النهارده معانا ضيف مهم جدا، مدرب بلجيكي ليه سيره ذاتيه طويله جدا في القاره الافريقيه، تنقل ما بين عديد من الانديه، اشتغل في قطر وكان تولى تدريب منتخب تحت 17 سنه، مسك ناميبيا، تولى تدريب زيمبابوي، اشتغل مع اثيوبيا، درب يانج افريكانز التنزاني، ملاوي، توجو، واخيرا منتخب جامبيا. تولى تدريب جامبيا منذ عام 2018 حتى عام 2024، بنتكلم في اكثر من 5 سنوات. المدرب البلجيكي توم سانتيفيت اللي كان متولي تدريب منتخب جامبيا في كأس الأمم الإفريقية، وكانت مجموعة نارية جدا، كان معاه الكاميرون والسنغال وغينيا كوناكري. في البداية بالتأكيد برحب بالمدرب البلجيكي توم سانتيفيت اللي النهاردة بيشرفنا عبر شاشة قناة الأهلي عشان نتكلم معاه في تفاصيل مهمة جدا عن كأس الأمم الإفريقية، اختيار مدرب مصري مثل الكابتن حسام حسن، تعليقه على مستوى بطولة كأس الأمم، تجربته مع منتخب جامبيا، ومستقبله التدريبي في الفترة اللي جاية. مستر توم، مساء الخير عليك وتحياتنا ليك هنا من شاشة قناة الأهلي. السلام عليكم. Nice being here. السلام عليكم. شكرا لتواجدي معكم، شكرا لاستضافتي وتواجدي معكم في برنامجكم. أولا بالتأكيد سعداء بظهورك معنا عبر شاشة قناة الأهلي. بالتأكيد يمكن النادي الأهلي هو النادي الأبرز والأكبر في القارة الإفريقية، وكان لك تجارب قبل كده عديدة مع يانج أفريكانز التنزاني. عايز أعرف رؤيتك على تجربتك التدريبية مع المنتخبات الإفريقية في الفترة الأخيرة، وتجربتك مع جامبيا تحديدا شايفها إزاي؟ نعم، حينما بدأت في جامبيا في عام 2018 جامبيا كانت في المركز 271 عالميا، وقد استطعت، ولم تكن جامبيا قد فازت بمباريات كثيرة خلال آخر 5 سنوات قبل مجيئي، ولكن بعد ذلك غيرنا الكثير، غيرنا طريقة لعبنا وطريقة العملية الكشفية عن اللاعبين، وقمنا العديد من الاتصالات مع الاتحادات، وقد قمنا وتحركنا بشكل سريع لنتأهل لأمم أفريقيا عام 2021، وكان معنا الجابون والكونغو وأنغولا، وفزنا وتأهلنا على رأس المجموعة، وتأهلنا ب7 نقاط في الجولة الأولى، وفزنا على موريتانيا وبعد ومالي وتونس وتأهلنا للدور الثاني، فبالتالي وقد خسرنا فقط أمام الكاميرون، وكانت تجربة رائعة. وبالنسبة لي الأصعب كان هو التأهل الثاني في 2019 أمام مدغشقر، ولكن لتتأهل مرتين على التوالي في أمم إفريقيا ليس بالأمر الهين لفريق صغير كجامبيا. أنا فخور بإنجازي وفخور بما حققته مع منتخب جامبيا، لأنها كانت فترة صعبة، وخصوصا المجموعة الأخيرة أمام الكاميرون والسنغال وغينيا، فبالتالي الأمر استحق العديد الكثير من التحضيرات، قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة، وحتى الوصول لعام 2024 كان لدينا مشاكل مالية ولدينا الكثير من التأجيلات وأيضا مشاكل بالسفر، ولكني فخور بما حققه منتخب جامبيا حتى هذه اللحظة. طيب، أنا لفت انتباهي في الكادر اللي معايا أن تيشيرتات المنتخبات اللي توليت تدريبها في الفترة الأخيرة، وأعتقد الأندية كمان اللي اشتغلت معها، أعتقد بتحتفظ بكم جيد جداً في مشوارك التدريبي من خلال الصورة اللي احنا شايفينها وتيشيرتات المنتخبات والأندية اللي اشتغلت معاها في الفترة الأخيرة. نعم، هذه فقط المنتخبات التي دربتها، جامبيا، اليمن، ملاوي، توغو، إثيوبيا، ناميبيا، بنغلاديش، لذلك هذه كل المنتخبات التي دربتها. نعم. طيب، عايز أعرف تعليقك على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية. البطولة هل بالفعل كان فيها مفاجآت؟ هل كنت تتوقع هذه المفاجآت؟ مستوى الفني للبطولة، هل هي البطولة الأفضل؟
I think it's a very good أعتقد أنها كانت منافسة جيدة جدا. المنتخبات الكبيرة قد خرجت بالفعل بشكل مبكر، ولكن بالنسبة لي لم تكن مفاجأة. أنا قلت من قبل البطولة أن النهائي سيكون بين نيجيريا وكوت ديفوار. أنا كنت أعرف هذا لأن الكثير من المنتخبات قد واجهت المشاكل قبل البطولة، وأيضا كوت ديفوار قد واجهتها أثناء البطولة، ولكن رأينا في البداية المنتخبات الصغيرة قد أقصت الكثير من المنتخبات الكبيرة، مثل وقد رأينا من قبل جامبيا وجزر القمر، فبالتالي ولكن رأينا أيضا ناميبيا وموريتانيا وأنغولا والكونغو قد أظهروا الجودة العالية خلال دور المجموعات، لم أكن متفاجئا. طيب تعليقك على مستوى منتخب مصر في البطولة، هل اتفاجئت بنتائج منتخب مصر؟ لم يحرز أي انتصار في البطولة، خرج من دور الستة عشر. نعم كان الأمر مفاجئا لي، لأن مصر لأن خروج مصر بشكل مبكر لثلاث مرات على التوالي، فبالتالي كان الأمر صعب بالنسبة لي أن تخرج مصر في الدور التالي لدور المجموعات، كانت مفاجأة بالنسبة لي. وعلى الجانب الآخر إذا لم تختر مدرب أو مدير فني على خبرة كبيرة بالكرة الإفريقية، فستكون الأمور صعبة بالنسبة له وبالنسبة للمنتخب، لأن الكرة الإفريقية مختلفة تماما عن نظيرتها. وأعتقد أنها كانت مفاجأة، نعم، أن مصر لم تذهب لأبعد من ذلك، ولكن الكثير من الأشياء التي حدثت لم تكن متوقعة مع كثير من المنتخبات. تم اختيار مدرب مصري له تاريخ كبير كلاعب مع المنتخب المصري في السنوات السابقة، الكابتن حسام حسن. تعليقك على هذا الاختيار، هل كان مفاجئ بالنسبة لك اختيار حسام حسن؟ هل كنت تتوقع أن يتم اختيار مدرب أجنبي لمنتخب مصر؟ كيف رصدت هذا الاختيار أو هذا القرار؟ نعم، حسام حسن كان لاعب مهم جدا لمنتخب مصر، تاريخ كبير على المستوى الدولي والمستوى الأندية، فاز مع مصر بأمم إفريقيا أكثر من مرة، وأيضا قد درب الكثير من الأندية الكبيرة في مصر وحقق نجاحات كبيرة. أعتقد أنه أيضا درب منتخب الأردن، فبالتالي هو اختيار جيد لمنتخب مصر أن يولوا قيادة منتخب مصر التدريبية. هل ترى تعيين حسام حسن نفس تجربة تعيين جمال بالماضي مع الجزائر، وليد الركراكي مع المغرب، اليو سي سي مع السنغال، نجوم التسعينات اللي كان لهم تاريخ مع منتخبات بلادهم، هل ممكن تنجح التجربة كما نجحت التجارب الأخرى؟ نعم أعتقد ذلك. في عام 2025 أعتقد أنها ميزة له للتأهل ولعب أمم أفريقيا في المغرب، ستكون فترة ناجحة له في المغرب، فرصة جيدة لمنتخب مصر. مصر لديها لاعبين ذوي جودة عالية، فأعتقد أن مصر أيضا ستتأهل لكأس العالم من وجهة نظري. لديكم الكفاءات ولديكم اللاعبين ذوي الجودة الذين يستطيعون فعل ذلك. طيب بعد ختام تجربتك مع منتخب جامبيا في بطولة الكوت ديفوار، مستقبلك التدريبي، هل تلقيت عروض للتدريب في مصر؟ هل لديك عروض خارجية؟ كيف تفكر في الأيام القادمة؟ أنا فقط أرتاح قليلا الآن لأفكر في بعض العروض التي جاءتني من آسيا. أنا أريد أن أفكر جيدا. أنا لدي أيضا عرض جيد من تونس، ولكن أريد أن أرى الصورة كاملة. الآن العديد من المنتخبات تحتاج لمدير فني، لدينا غانا، لدينا تونس، لدينا الجزائر، فبالتالي أريد أن أفكر جيدا، ولكن الفرصة الآن أن أذهب إلى آسيا لأجرب شيئا جديدا. يبدو أن الأمور كلها تتجه نحو القارة آسيا. طيب عايز أعرف تعليقك على التحكيم في كأس الأمم الإفريقية، هل التحكيم كان جيد أم واجهتم صعوبات ومشاكل بسبب الأخطاء التحكيمية؟
أعتقد أننا خسرنا ثلاثة مباريات، فبالتالي كان لدينا بعض التحفظات على قرارات الفار أو خصوصا أمام السنغال في آخر، وأيضا آخر قرار في مباراة الكاميرون. أعرف أن الأمر ليس سهلا أن تكون حكما، ولكن بالطبع الأخطاء الصغيرة يمكن أن تحدث، ولكن في العموم في غالبية الأوقات كان عملا جيدا من جانب التحكيم الإفريقي في البطولة. مستر توم سانتفيت المدرب البلجيكي، أنا بشكرك وسعداء بظهورك معنا عبر شاشة قناة النادي الأهلي. You're welcome. Thank you very much. Thank you, Mr. Tom. لقاء كان مهم جدا، وحديث مع الخبرات المدربين اللي اشتغلوا في القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة وكانوا بيشتغلوا حاليا في كأس الأمم الإفريقية، تجربة التدريب في كأس الأمم، تدريب المنتخبات الإفريقية، رؤيتهم لتدريب مصر، منتخب مصر ونتائجه في البطولة، تدريب حسام حسن، فكرة التحكيم في البطولة، كل دي بالتأكيد نقاط كان لازم نقرب فيها أكتر من المدربين اللي اشتغلوا في القارة الإفريقية. والفترة القادمة بإذن الله عبر برنامج الترند ومن خلال السكايب هيبقى لينا لقاءات عديدة مع المدربين اللي اشتغلوا في البطولة وكمان اللي ممكن يحققوا نجاحات. النهارده في مباراتين في جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطيه، بكره في الفاينل ما بين نيجيريا والكوت ديفوار، فالفتره الجايه باذن الله هيكون عندنا مفاجات. قبل ما اطلع لفاصل عايز انوه بس عن قصه مهمه جدا، يوم الاثنين عندي ملف مهم جدا واخبار مهمه جدا هتكلم فيها بخصوص التعارض اللي ما بين كاس الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه، وعندنا تصريح مهم جدا صوت وصوره هيكون معانا في برنامج الترند لرئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي اللي اتكلم كده في دقيقة موجزة عن هذه المشكلة. ويوم الاثنين عندي تفاصيل ايه اللي هيحصل في هذا الملف وايه الاجتماعات اللي هتتم الفترة اللي جاية، لان بالمناسبة عايز اقول لكم على خبر مهم جدا، الاتحاد الدولي بدأ اجتماعاته بشكل رسمي مع الاندية المشاركة في كأس العالم للاندية، ده ملف مهم جدا هتكلم فيه باستفاضة يوم الاثنين. وعندي كمان مفاجأة مدوية تخص التحكيم المصري عقب كأس الأمم الإفريقية، كل ده يوم الاثنين، ولكن نخرج لفاصل ونرجع من الفاصل عندي كلام مهم جدا عن تفاصيل إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.